المنبر العلي بفكره الرشيد، به الذكرى به العبرة به التفسير والتسديد، لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. المنبر العلي بدرب آل المصطفى، المنبر العلي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا سيدي. فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه الآية الكريمة ترتبط ارتباطا مباشرا بموضوع من أهم المواضيع التي تدور على الساحة الإسلامية، والموضوع الواقع يتصل بمشاعر كل مسلم من المسلمين. ليش؟ لأن الموضوع يرتبط بالواسطة بيننا وبين المصدر الثاني من مصادر التشريع، أو بين المصدرين، مو بس مصدر واحد، يعني بين الكتاب والسنة. موضوع يتصل بالصحابة، وفي الواقع هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التجلية، لأنه كثرت أكو به تقولات وإدعاءات لا نصيب لها من الصحة، واللي يحرص على أن يكنس الساحة الإسلامية من الألغام اللي بيها، إذا مر بهذا الموضوع شوية لازم يولي عناية، يعطي حقه من البحث حتى يزيل كثير من الشبهات العالقة بالموضوع. لأنه قبل كل شيء إحنا يجب أن نعرف أن الآن إذا نحصل تراب الأقدام اللي يسحقه الصحابة الطاهرون، الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات، احنا لو نحصل على تراب أقدامنا تبرك به الآن. زين، طبعا إذا أكو لف أو أكو دوران حول نقاط معينة تتصل بالموضوع وحول شراذم معينة،
سيمر علينا خلال البحث أننا نتبع معهم أسلوب القرآن الكريم. يعني أنت اللي عنده شوية إدراك وسعة واطلاع وإلى علاقة بالعلوم الإسلامية، لما يرجع لهذا الموضوع يلقى فقهائنا وكتابنا وعلماء الرجال، علماء الدراية عندنا، ما يطلعون عن منهج الإسلام في القرآن والسنة النبوية الشريفة وفي الكتب المعتبرة الموثوقة في تقييم الصحابة، وسنمر على هذا المعنى إن شاء الله خلال البحث. دخل أذكر لك أولا الآية بعدين نعود للموضوع. الآية هاي نزلت في واقعة الحديبية. واقعة الحديبية كانت سنة 6 من الهجرة، سنة 6 للهجرة. النبي صلى الله عليه وآله طلع وياه من الصحابة 1400، أقبل إلى أن وصل إلى الحديبية. عندما وصل إلى الحديبية قريش تصوروا أن جاي قاتل طالع محشد جيش عنده ومتهيئ للقتال، بينما النبي صلى الله عليه وآله كانوا إذا إجوا يقولهم لا، إحنا ما جايين إلى قتال، جايين نريد نعتمر، نعم، ومن بعد العمرة نجدد عهدنا بالبيت ونعظم البيت وننحر النحائر ونرجع، ما عدنا قتال، أنا ما جاي متهيئ لقتال. قريش صدوه، قالوا له أنت ما تبرح هذا المكان، هذا المكان اللي وصلت إلى ما تبرح، ما تتحرك من عنده. وحشدوا جيشهم وجعلوا القائد على جيش المشركين خالد بن الوليد، وإجوا بجيشهم رابطوا هناك استعدادا لما يطرأ. اشتغلت ما بيناتهم الرسل، يعني اكو جماعة ممن عز عليهم ان تشفك الدماء، قاموا بدور الوسيط، جماعة وسطاء الى قريش وجماعة وسطاء الى المسلمين، ان المسألة حسموها ليكون يصير شفك دم. فمن جملة الوسطاء كان جد علي الأكبر لأمه عروة ابن مسعود الثقفي. عروة ابن مسعود كان آنذاك لم يسلم، لأن عروة أسلم سنة 9 من الهجرة، فكان آنذاك مع قريش، بس عروة من الرؤساء العقلاء الناضجين اللي إلى مكانة في قريش. عروة كان وسيط بين قريش وبين النبي، اجى الى النبي صلى الله عليه واله قال له على ما هذا الجمع، انت طالع بجمع، شنو الهدف؟ قال النبي احنا ما جئنا لقتال، لو جاي لقتال انا ابادهك اقول لك جايين لقتال، احنا جايين الان نعتمر، نعظم البيت، ننحر الجزر ونرجع. راح الى قريش اخبرهم بقول النبي، قالوا له ماذا رايت انت من رحت إلى معسكر هذا الرجل، ماذا رأيت؟ قالهم شفت إذا سقطت شعرة من شعره تبادروا إلى أخذها، وشفت إذا أراد الوضوء ما يخلون قطرة من الماء تسقط إلى الأرض، يأخذونها للتبرك. قالهم أنا دخلت على كسرى ودخلت على قيصر ودخلت على النجاشي، يعني في بلاط هذا وبلاط هذا وبلاط هذا، ما رأيت واحد من أصحابهم يعظمه كما يعظم هؤلاء، نعم هذا الرجل، هذا الرجل يعظموه تعظيم لا حدود له. قلهم أنا شفت هذا إلى منزل يفتدوه بالأنفس، يتبادرون إلى ما يسقط من يديه. فروا رأيكم، شوفوا رأيكم شنو هو. قريش قالوا لا سبيل إلى تركه يدخل إلى مكة. النبي صلى الله عليه وآله باعتبار عثمان قريب، خليفة الثالث قريب لأبي سفيان، فقال له روح شوفهم شنو وجيب لنا الخبر. ذهب واختفى خبره عن المسلمين،
وشاع ما بين المسلمين بأنه قتل، النبي صلى الله عليه وآله تصلب، قال والله لا أبرح حتى أناجز القوم، إذا صحيح دولة يقتلون واحد من أصحابنا ما أرجع حتى أناجزهم. لما رأوا إصرار، شافوا النبي صلى الله عليه وآله مصر على ذلك، خضعوا وقالوا له إحنا نصالحك على شيء، يعني نعقد ما بيناتنا عاقد على أن ترجع هالسنة وبالسنة الآتية تدخل إلى مكة المكرمة، إذا دخلت إلى مكة تدخل إليك 3 أيام تسعى تطوف تعتمر وتكمل العمرة وترجع. قال النبي صلى الله عليه وآله للإمام أمير المؤمنين هلم واكتب ما بيننا هذا، فجاب ورقة وبدأ كتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصالح عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا له قف، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل بسمك اللهم، هذا شعارنا احنا، ما نقبل غير شعارنا يكتب ينكتب. قال للنبي اكتب، بطل هاي العبارة، نعم اكتب بسمك اللهم، ايما تدعو فله الاسماء الحسنى، ما يفرق ان يكون بهذا او ذاك، بس دولة عندهم سطحية. قال له اكتب، كتب هذا ما تصالح عليه رسول الله. قالوا له واش، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما خرجنا لقتالك. هي ترى أكو نقطة شوي هنا كن نوقف عندها، نقطة مهمة جدا، ترى ما أكو واحد على الأكثر، ما أكو واحد على عقيدة يعرف أنها باطلة وهو يشرع ليها، لا، إلا المرتزقة، إلا اللي عنده هدف. يعني الآن لما ترجع إلى حملة العقائد، كل واحد عنده عقيدة، تلاحظ هذا الرأي العام اللي متمسك بها العقيدة هذا لو يعرف أن على باطل ما يضل عليها أبدا، ما يمكن، لكن يصور أنها صحيحة. من اللي يصور الهيا صحيحة؟ اللي يصور الهيا صحيحة حملة الفكر مع العقيدة، أساطين العقيدة ذول هم اللي يلعبون دورهم، ذول هم من وراء الجماهير، سيأتينا إن شاء الله خلال البحث هذا المعنى. فهذول يقولون إحنا لو نعرف أنك رسول الله ما نطلع إلى قتالك، ما نعتقد أنك أنت رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك. قال للإمام اكتب كما يقولون. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول تلكأ، أنا أمحي اسم النبي وأوخره وأمحي اسم صفة الرسالة، تلكأت. قال لي اكتب يا علي ولك مثلها وأنت مضطهد. راح تمر بنفس التجربة، وفعلا مر الإمام بنفس التجربة، مر بيها شوكت، مر بيها في واقعة صفين، يعني عند واقعة الحكمين. أول الأمر أصر الإمام، قال لهم ترى ذولا خدعوكم، ترى ذولا شالوا المصاحف وهي خدعة، هذول مو يم المصاحف، هذول لو يؤمنون بالقرآن ما يطلعون إلى قتالنا، لأن إحنا عدلوا القرآن، هذول لا يخدعوكم، خلونا نقاتل، شافوا الفتح قريب وخدعوكم هالخدعة، لك اعصبوا الأمر برأس، اعطوني مجال. قالوا له ما يسعنا، هذول شالوا كتاب الله، إحنا شنو نحارب كتاب الله؟ مش القاعدة، يعني الساحة لما بيها مغفلين تعبة، وين تعبة صح؟ يعني الساحة هو هذا اللي يفتهم يريح أعصابك، لكن إذا تبتلي بواحد مغفل بصير هذا أي تعبك، وين تعبك؟ لأن هذا ما تقدر تفهمه، ما تقدر، يعني يضيع عليك الأهداف، يضيع عليك أتعابك، يضيع عليك إنجازاتك، هاي الدماء اللي طوها وهذا القتال وهذه الأجواء اللي حصلت، طيب اعطوا مجال خل نوصل، ماكو يا بعد دقائق قلائل للفتح، لأنه معاوية حط رجله بالركاب ويريد يهرب،
اجى لي واحد امسك ركابه قال لي وين؟ الى اين؟ هذول طالعين، هذول طالعين انقتلوا من اجلك عشرات الالاف، انت راح تعوفهم وانت راح تهرب تنجو بنفسك؟ هو يقول اتذكرت ابيات ابن الاطنابه: ابت لي عفتي وابى بلائي واخذ الحمد بالثمن الربيح، واقدامي على المكروه نفسي وضربي هامه البطل المشيع، وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي او تستريحي. فصار شالوا المصاحف، قال لعمرو بن العاص: اكو عندك شيء نقدر نخلص به؟ اين مخبأتك؟ انت عندك ضم بالمخبأ، مالك قضيه، طلعها. قال له: مرهم فليحملوا المصاحف. وفعلا بس حملوا المصاحف اتغير الوضع راسا على عقب. فالنبي ذكر للامام يقول له: لك مثلها وانت مضطهد. وفعلا وقع النبي صلى الله عليه واله، وهم وقعوا، بمجرد ان تم التوقيع على الوثيقه حلوا من احرامهم ونحروا الجزر وحلقوا ورجعوا. عندما رجعوا انتظروا الى السنه الاتيه، وفعلا راحوا واقاموا بمكه 3 ايام، ودخلوا الى الكعبه وهم يهللون ويكبرون والى اخر القصه معروف، هاي السبب. طيب لما النبي اصر قبل ان يصير العقد على قتال قريش، اجوا الصحابه يم النبي قالوا له: يا رسول الله احنا نبايعك، ما دمت انت مصمم على القتال نبايعك على القتال والموت. وفعلا بايعوا النبي تحت الشجره، النبي كان تحت شجره، بايعوه. ولما بايعوه نزلت الآية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، إلى آخر الآية. فهاي البيعة اسمها بيعة الرضوان. ليش؟ لأن الآية تقول: لقد رضي الله عن المؤمنين، بيعة الرضوان. والعمرة اللي صارت من ورائها سميت بعمرة القضاء، لأنها قضاء عن السنة الفائتة. النبي اعتمر، فكان سبب نزول الآية هو هاي الواقعة اللي ذكرتها إليه. طيب من بعد هالمقدمة خلي نرجع إلى المضمون الذي نريده من الآية الكريمة. نبه لي شوية. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. أكو فرد معنى أحب أقربه إليك. إحنا أكو عدنا كل حكم يجي، هذا الحكم إلى موضوع مثل ما يقولون، نبه لي، كل حكم إلى موضوع. الموضوع مرة يكون صفة ومرة يكون مو صفة. إذا كان صفة الحكم يرتبط بالموضوع على أساس الصفة. خلي أوضح لك شنو يعني لقد رضي الله عن المؤمنين. هاي رضي الله يعني حكم، الله حكم بالرضا عنهم. زين، هذا الحكم موضوع اياه المؤمنين. رضي عن من؟ عن المؤمنين. المؤمنين هي شنو؟ رجل زائد شنو؟ ايمان. نبه لي، لما اقول مؤمن يعني خل اقرب لك المعنى، لما اقول فلان نجار شنو يعني؟ يعني رجل زائد مهنه النجاره، هم رجل هم عند مهارة نسميه نجار. فلان نعبر عنه مثلا أفرض كاتب، هذا رجل زائد صفة الكتابة، الصفة زايدة على الموصوف. فلما يقول لقد رضي الله عن المؤمنين يعني عمن بايعك من المؤمنين، كانوا صحابة زائدا شنو؟ مؤمنين، يعني معتقدين، يعني ممن ملأ الإيمان قلوبهم، ممن تفانوا في طاعة الله. طيب هذول هؤلاء هذا اللون من الصحابة ما عندنا شك لحظة واحدة أنهم هؤلاء منارة هدى،
وأنهم طريقنا إلى القرآن وطريقنا إلى السنة النبوية الشريفة، وأنهم مجدنا وأننا نقدسهم ونحترمهم. لكن لما القرآن الكريم ينزل لي سورة كاملة، سورة المنافقين، وينزل لي بالقرآن الكريم يقول لي ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، والشكل ويعطيني صفات متعددة بالقرآن، نعم تحدد لي جماعة خاصة ولو عاصروا النبي لكن ما كانوا متصفين بصفات الصحبة. هذا القرآن. لما أجي إلى صحيح البخاري وأجي إلى صحيح مسلم وأجي إلى كتب الصحاح الأخرى وأشوف الرواية، يقول النبي ما مؤداه أني أنا أمر يوم القيامة فيخرج رجل بيني وبين أصحابي، يقول هلما، يعني صيح لهم تعالوا، أقول له إلى أين؟ يقول إلى النار، أقول له يا هذا هؤلاء أصحابي، يقول لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. شو التفت لي شوية زين؟ أنا ما أرد أخذها من كتب الشيعة لأن كتب الشيعة كلها كذب، كتب الرافضة كلها كذب وافتراء، لا أريد أخذها من الصحاح. نبالي زين؟ هذه كتب الصحاح بين أيدينا نرجع لها، ارجع إلى روايات الحوض، ما أطول لك شوية، بس روايات الحوض في صحيح البخاري وصحيح مسلم، واللي يريد أكثر يجيني أنطي عشرات المصادر لأن الموضوع مثل ما قلت لك حساس، أنا ما أريد أطنب به. وأنت لما تريد تعالج لك فرد مرض، حتى لو تريد تعالج الداوي بس من تحط إيدك على الجرح يوجعك، الجرح يوجعك، أنا ما أريد جرحنا توجعنا، الواقع ما أشتهي أن توجعنا جراحنا، بس أشتهي أن يكون المسلم واعي، يعني إحنا نكون نفكر بعقولنا مو نفكر بذاننا، وتنبه أكو واحد يفكر بذنه يسمع ويفكر، لا واحد يفكر بعقله، نرجع للعقول إلى المقاييس التي وضعها الله عز وجل لنا. القرآن ينزل آيات بجماعة ممن اتصف بهذه الصفة، صفة الصحبة، لأن هو صفة الصحبة شنو يقولون؟ اللي شاف النبي ولو ساعة، إذا ساعة شاف النبي اجتمع به، حتى بعض يقول حتى لو لم يجتمع به عاصر النبي ولو ساعة خلاص هذا صار عنده مناعة، بعد انتهى كل شيء، هذا صار ما يمكن أن يتطرق للريب أبدا ولا الخلل. أنا هذا الكلام طبعا ما أعير اهتمام، ليش؟ لأنه مو كلام واحد يحترم عقله، الله عز وجل أعطانا مقاييس ووضعنا مقاييس، وهي المقاييس اللي وضعها أمرنا أن نتبعها، والنبي صلى الله عليه وآله أشار إلى أن الناس فيهم الصالح وفيهم الطالح، وما أكو واحد إلى ميزة إلا المعصوم، المعصوم فقط يخرج من هذا، وإلا غير المعصوم يمكن أن يخطأ ويمكن أن يصيب. إشغال ظل إحنا لما نجي ليهم كون نمر نقيم لنشتم، نبه لي، لما نمر كون نقيم، ومعنى نقيم يعني عندما أذكر واحد أذكر ما له وما عليه، إلى فضائل أذكرها، إلى إنجازات أذكرها، إلى مقام محترم أذكره، إذا لا والله عند أغلاط أقول عند أغلاط، عند انحراف أقول عند انحراف، لكن أشتم لا. إحنا مو ذنبنا ترى، مو إحنا اللي نشتم، إحنا ما شتمنا، هسا أنا أبين لك خلال البحث ياهو اللي شتم، مو إحنا الآن هذه الشبة وين ما تروح. طبعا هذا يؤذي مشاعر كل مسلم لما يقرأ بكتاب أن دولة يشبون الصحابة، زين قطعا رح يتأذى يحقد علينا، يقول دولة ليش يجون إلى صحابة النبي دولة الأطهار؟ حاشا لله، إحنا الصحابي المتصف بصفات الصحبة والمستقيم، لا والله، والله نتقرب إلى الله بحبه، وكل هاي كتبنا بين يديك اقرأها كلها،
من أولها إلى آخرها. لكن إذا صرنا نقيم ونضع إيدنا على شيء نقول هذا هنا أكون انحراف، والانحراف يترتب عليه جزاء. بس هذا هو، هذا منهاج القرآن. القرآن الكريم مدح قوما قال ومن الأعراب من يؤمن بالله، وذم قوما قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا. نبه لزين منهج القرآن. المحسن فريق في الجنة وفريق في السعير، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. طبعا هنا مقاييس أكو وضعها إن الشارع، نتبع المقاييس، نتبع ما جاء عن رسول الله ونتبع ما جاء عن القرآن الكريم. زين، فخلينا نرجع. إذن الشتم من أين جاء؟ الشتم من أين جاء؟ خلي أضرب لك، أروي لك حادثة واحدة يروها المؤرخين. مؤرخين يقولون أيام هشام ابن عبد الملك أكو جنيد ابن عبد الرحمن. جنيد ابن عبد الرحمن هذا من أهل حران، من الرؤساء المحترمين المرموقين اللي كانوا الأمويين يقيموا له وزن ويحترمون. كان إلى حصة من العطاء ببيت المال، كل سنة يجي يأخذ حصة من العطاء، يطو راتب يأخذ راتبه. يقول أنا جاي أريد أخذ راتبي، دخلت إلى الشام. لما دخلت كان دخولي يوم جمعة، دخلت إلى الشام. يقول مريت على جامع، شفت الجامع أكو باحتشاد، ناس مجتمعين يردون يصلون الجمعة. قلت والله لا تفوتني صلاة الجمعة. يقول دخل صليت، فرغت من الصلاة، صعد الخطيب على المنبر وعظ، فاتعظنا، قرأ لش كم كلمة موعظة اتعظنا، ذكر فتذكرنا، نقل نصح استنصحنا، يعني هالأشياء العامة اللي بيها تربية يقول سمعتها كلها وشكرت الله أني أنا هم صليت وهم بنفس الوقت من بعد الصلاة سمعت موعظة. يقول لما أراد الختام قال دعونا نختم صلاتنا وموعظتنا بشتم أبي تراب. يقول قام هذول يشتمون الشتم ذريع، إلى أن فرغ وسألت واحد قلت له منو هذا أبو تراب اللي جاي تشتموه يا هو؟ قال لي هذا علي ابن أبي طالب. قلت له مو علي ابن أبي طالب مو زوج فاطمة بنت رسول الله؟ قال لي إيه. قلت له مو أبو الحسن والحسين؟ قال لي إيه. قلت له مو أول القوم إسلام؟ مو أول من أسلم؟ قال لي إيه. قلت له مو السيف المجاهد المدافع عن المسلمين اللي كان يطلع بالغزوات ويقاتل عن المسلمين وبالأخير استشهد في سبيل مبدأه؟ هذني مو كلهن إلى؟ قال لي إيه. قلت له شنو المبرر لشتمة إذا ذني تعرفهن كلهن؟ شون الشتمة أنت؟ إذا أول المسلمين ابن عم رسول الله، زوج ابنته، أبو ولده، المدافع عن المسلمين، المقاتل المجاهد في سبيل الله، وهذا كلها هاي عنده وانت جيت شتمه الشتم الذريع. يقول قمت إلى هذا الخطيب أمسكته من شعره، أكو عنده وفرة، أخذته من وفرته وجعلت أضرب رأسه بالجدار حتى أدميته. يقول هذا صح، خذوني إلى الخليفة. يقول اجوا جابونا، أخذونا الجلاوزة إلى الخليفة. يقول دخل، لما وقع بصر هشام عليه قال مرحبا بك أبا عبد الرحمن. يظهر أن شخصية الرجل إلى مكانه، ولذلك كناه هشام، كناه خاطب بها الخطاب. قال له متى قدمت؟ قال له أمس. قال له ما الخبر؟ قال له والله القصة هكذا، أنا جاي في طريقي إليك وما حبيت فوتني صلاة الجمعة، وصليت وراء هذا الرجل ووعظ فاتعظنا وذكر فتذكرنا، ثم قام يشتم علي بن أبي طالب. سألت واحد في صفي قلت له منو هذا اللي شتمه؟ قال لي صهر النبي أبو شبطة ابن عمه. ثم التفت الهشام قال له أنا لو أشوف لي واحد يشتم نسيبك أنت، صهرك وابن عمك وأبو شبطك ما أهد، ما لم أنتقم من عنده، هذا جاي يشتم صهر رسول الله، جاي يشتم أول قوم إسلامه. قال لي صدقت يا أبا عبد الرحمن، هذا اللي تقوله صدق،
بس انت ليش متاخر مأخري عطاء بالعجل الطوع عطاء خلي يطلع يرجع لاهله لانه هذا خطر هذا خطر نعم هذا اكو في تاريخ الشعوب اللي يحمل شويه وعي يحطون عليه علامه استفهام هذا خطر طبعا خطر لانه يعني يردون دواب بهاي هاي هذا البلاء في المسألة هذا تأمل الأمويين جعلوها سنة يشيب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير وصلت الأمر إلى الصلاة للصلاة وصل الأمر شلون للصلاة يعني يوقف معاوية يقنط يشتم عليا البعض الآخر يتقرب إلى يقول أجيدكم حسن وحسين يجي عمرو بن العاص يقول أجيدكم أمهما فاطمة طيب زين وصل الأمر إلى هذا معروف المسألة مش جديدة احنا نعرف أن هذا الرجل شتم على المنبر 80 عام 80 سنة انشتم والجماعة اللي كان أكو بعضهم كان يشتمه في حياته نبه في حياته والإمام يسمع وبوسعه أن ينتقم بس بالعكس كان هذا اللي يشتمه يزيد عطاء نبه أكو فكرة والله هذا أحد الأدباء يخاطب بها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه خلنا نشوف شو يقول له يقول له سيدي كلما تلبد أفق وتمادى بعشفه الديجور وتمادت صحائف خط منها قلم الحقد والهوى والزور لاح بالأفق من رؤاك جبين بعض أوصافه الشنا والعبير الجبين الذي أحاطوه شتما وإلى الآن بالجيوب الكثير فحباهم طيبا وعفوا كما يفعل إن زج باللهيب البخور وتمهل أبا تراب فدون الشتم من حولك الفضائل شور إن أشادت بك السما وأفاضت أي ضير لو شبك البعرور الواقع أن هذا الرجل مو يقول له واحد من الأدباء يقول له وما مدحتي توليك فخرا وإنما أرد بإطرائي عليك الطواريا إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائي هذا المنهج كان شتم علي وشتم أهل بيته وبعد شأكوا عند منقبة أو فضيلة لازم تزيف لازم تكذب لازم تمحى من الوجود وخلصت مع الأسف والله مع الأسف يعني أنا الآن وأنت كمسلم اطب إلى مكتبة لما اطب إلى مكتبة أرد أتناول لي كتاب تفسير أو كتاب تأريخ أو كتاب حديث إيش ألقى قدامي ألقى لك الركام الهائل هذا اللي ما يترك شتيمة إلا ويذبها على من يوالي علي بن أبي طالب جن زين أرجوك خليني أضرب لك بعض الأمثلة شيخ الإسلام ابن تيمية الرجل يقول أن الكذب ما موجود عند فرقة أكثر مما هو عند الرافضة أكذب الناس هذولا ولذلك كتب الصحاح ما روت عن واحد منهم رواية أبدا زين يقول كتب الصحاح ما يمكن تخلي في طريق الرواية واحد من دول الشيعة لأن دول كلهم كذب الكذب عندهم جائز وحلال جن مع ملاحظة أن إحنا الكذب عندنا يفطر الصائم نبه لي إذا صائم يكذب على الله وعلى رسوله يفطر عندنا زين
هذا الرجل يقول هذول الكذب عندهم جائز، ولذلك كتب الصحاح ما روت عنهم. خلينا نشوف ياهو الكاذب. ها كتب الصحاح تدري ايش كثر اكو بيها من رواة الشيعة اللي يحب انا رجله. شوف فصول الفصول المهمه لسعد حسين شرف الدين، شوف الجزء الثالث من الغدير يذكر لك المصادر من كتب المذاهب الاربعه. هسه اللي تحت ايدي 91 راوي، 91 راوي، والمصادر الاخرى تروي اكثر. زين بيوسعك ترجع لها، قل له انت لما تقول ان كتب الصحاح ما تروي عن واحد من كتب الشيعة لانهم كذبه، ياهو الكاذب. وهي 91 عندك ومن كتبك، من هو الكاذب؟ طيب واحدة أمشي أقرأ، يقول هذول هالمشكين لازم هالأوادم لازمين هالنعجة المشكينة يلزمولهم نعجة يطعنون بيها ويمزقوها، شون يقولون هاي عائشة أم المؤمنين؟ هسا إحنا الحمد لله خشيعة نعرف أنفسنا، هسا إحنا قاعدين الآن هنا وبكل مكان ونعرف أنفسنا. أكو واحد من عندنا شاف هالمنظر هذا في يوم من الأيام؟ أن جايبيننا نعجة نطعن بها إحنا مثلا ونقول وين؟ في كتب شيخ الإسلام. يقول دولة أصلا كل رواية بها 10 يكرهوها، ما يجيبون رواية بها 10. ليش؟ لأن يكرهون 10 المبشرة إلا علي بن أبي طالب، فلفظة 10 يضوجون من عدها، يقول يضايقون من عدها، أصلا ما عندهم رواية بها 10 ولا ولا ولا. الله يرحم الشيخ الأمين اتبع لجاب لعشرات الروايات، قال تفضل هاي كلها بها 10 وإحنا نرويها بكتبنا. طيب أنت لما تشوف هذا اللون من الكلام ومن مصدر كهذا المصدر، شو بس هالمصدر تفضل، هذا عندك الفصل في الملل والنحل لابن حزم، شوف عندك الشهرستاني في مؤلفاته، شوف القصيمي في الصراع بين الوثنية والإسلام، شوف ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد، تفضل اقرأ لهؤلاء وشوف تلقى لك فرية من الفريات ما يذبوها علينا. وهاي الفرية الصريحة يقول لك هذولا ما يرون عن كتب الشيعة، عن كتب عن رجالات الشيعة دولة كتب الصحاح. ليش؟ يقول دولة كذبة. عن من يروون؟ أنا أقول لك يروي عن خالد ابن خالد ابن محمد المخزومي الكوفي، ابن مسلم العفو، خالد ابن مسلم الكوفي المخزومي. شنو هذا خالد ابن مسلم؟ من المرجئة، كان يتقرب إلى الله بشتم علي بن أبي طالب، هذا يروي عنه. ها يروي عن عمران ابن حطان اللي يقول لعبد الرحمن ابن ملجم يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا أروي عنه أنا رواية بمقدساتك. عمران ابن حطان لو يمدح أبو لؤلؤ قاتل الخليفة عمر يروي عنا البخاري؟ لا طبعا ما يروي عنا. ليش؟ علي بن طالب إمام المؤمنين، على الأقل خليفة من الخلفاء، إذا ما لازم كل إنجازاته خليها على حدة واحد من الأربعة. يا أخي هذا الركام لما تطلع عليه، يعني هذا إحنا من الضروري أن نسلط الأضواء على هالمفارقات في تاريخنا، وإلا إلى متى إحنا الآباء يحصرمون والأبناء يضرشون؟ ها؟ يعني أرجوك إحنا هالتركة الثقيلة بتاريخنا لمصلحة من؟ هذا المسلم اللي ينشأ ببيت مسلم قائم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، شنو ذنب أنا هذا أجلي ألغم فكرة؟ شنو ذنب هذا أنا أزج في معارك وهمية لا أساس لها؟ شنو الداعي لهذا؟ ليش؟ يعني لمصلحة من؟ المفروض أن هذا الركام اللي موجود بالتاريخ إذا نريد نصفي آفاقنا لازم نكنس هذا الركام. يعني أرجوك هذه الكتب اللي تقع عقبة في طريق وحدة المسلمين
لازم أعيد النظر بها. تعال هاي المحتويات اللي موجودة بالكتاب صدق لو لا؟ إذا صدق لا والله أخليها وأعمل على تثبيتها، إذا لا والله بيّن لك أنها كذب مشلب بيها بعد شكو. أنا أقول لك إيه مشلب بيها لأن وراها منفعة، مو شكل إيه صحيح هاي تمام، لكن هي هاي المنفعة مبرر لك أن تلغم وحدة المسلمين من أجل أن تحصل لك كم فلس أو تحصل لك مركز؟ شنو ذنب هذه العشرات الملايين مئات الملايين من المسلمين يمزقون يمينا وشمالا من أجل فئة خاصة؟ ها؟ عرفت إذن ياهو اللي يشتم؟ إحنا ما نشتم، ما نشتم، إحنا نقيم. يعني شلون نقيم؟ يعني أرجوك لما الإمام الحسين سلام الله عليه عن جده رسول الله النبي يقول إلزموا مودتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمودتنا أهل البيت. أنا وأنا أرويها أيضا عن كتب المذاهب الإسلامية الأخرى، مو عندنا، عندك الصواعق المحرقة تقدر تشوفها، تقدر تشوف مجموعة من الكتب، أنا مستعد أرسلك إلى المصادر، موجودة الرواية. الرواية يستدعي النبي الإمام علي يقول له لا لا يجوز أحد على الصراط ما لم يحمل منك جوازا، وأنت ترويها مو أنا أرويها. فإذا كان كذلك الروايات من هالنوع تريدني ما أرتب عليها أثر، يعني ما أفضل من تنزل بي هذه الآيات وهذه الروايات، شو شنو اللي أسوي آخر؟ يعني هاي إلها لوازم لو ما إلها لوازم، أرتب عليها أثر لو ما أرتب عليها أثر. لما تقول لي النبي هكذا يقول، النبي شنو يدي يحسب الهوى؟ لو يريد يوجهني يريد يرشدني. هاي الروايات اللي من هالنوع اترك المسلمين يتصارعون تصارع فكري، خلي الروايات بروح رياضية نقابل بين هالرواية وبين هالرواية ونوصل إلى العقيدة الصحيحة ونوصل إلى اللباب. هذا أما أنك تتهمني بأني أنا أشتم، لا إحنا ما أشتم، أنتوا شتمتم 80 سنة شتم الإمام علي، ومن بعد الإمام علي إجا الشتم مستمر وحقك إلى اليوم. يعني الآن ما تلقى لك واحد يكتب لك كتاب إلا أول ما يتمرجل بروسنا، أول ما يتمرجل نعم بروسنا يجي يشتم ويفتري وبهتان. ليش؟ لمصلحة من؟ أنت ليش ما تتجه إلى بؤر النقص؟ هاي تكافحها، تجي تكافح من يحمل لواء لا إله إلا الله معك؟ طيب خلينا نرجع للآية. إذن لما الآية تقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، المؤمنين بهالقيد، الحكم ترتب على وصف، معناه الوصف علة، يعني المؤمنين دول المتصفين بموضع تقديرنا، صحابة المتصفين بصفة الصحبة موضع احترامنا، نعلنها بأعلى أصواتنا موضع احترامنا وتقديرنا وإكرامنا. أما إذا لا والله راعد ينحرف، النبي يقول لو عصيت وأنا لهويت، اعمل يا علي اعمل يا فاطمة. الإنسان مأخوذ بعمله، إن كان خير فخير وإن كان شر فشر. طيب من بعد هذا يقول فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح شنو؟ الفتح قام عمر ابن الخطاب للنبي قال له يا رسول الله شنو الفتح؟ قال له الفتح هذا العقد اللي صار، الوثيقة اللي صارت، الصلح اللي صار بيننا وبين قريش، لأن أثر من آثار العمرة، أثر من آثار المسلمين دخلوا إلى مكة. ايش نفتهم من هذا؟ والله تنبه لي إلى هالنقطة، مو ذولا يتهمون الإسلام يقولون الإسلام فد هجمة بدوية وحشية استعمل الشيف ما عنده إلا يقص الرقاب، هذا ما عنده غير هذا. لا، النبي يقول نفس وصولنا إلى أهدافنا بدون دم، هذا هو فتح. الإنسان لما يصل إلى هدفه
يعني شاء تتصور أن الإسلام لما يدعو إلى الجهاد عند حب لسفك الدماء؟ أبدا، وإنما يجاهد حتى يوطي يخلي أرضية صالحة يمر عبرها. شنو عبرها يمر؟ يمر عبرها الدين الإسلامي، يعني أني أنا أريد أفتح لي بلد أريد أوصل لعقيدة الإسلام. شنو معنى عقيدة الإسلام؟ عقيدة الإسلام يعني الرفاهية، يعني الحرية، يعني الخير، يعني العطاء. أريد أوصل له المنهج، النظام اللي راح يخليه يعيش سعيد. هذا اللي أريد أوصله أنا. إذا واحد وقف في طريق الدعوة أجيحة، وإلا ما عنده حب أو مصلحة في شفك الدم. مو النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا؟ ما النبي ما عنده هدف أن يشفك الدم. هاي الفرية على الإسلام باطلة. طيب، من مجمل هذه الصفة من الصحبة، نلاحظ القرآن الكريم يقول علم ما في قلوبهم من الإيمان والحب والتفاني للنبي، سوى أنزل السكينة. يعني الواحد من عدهم كان يلاقي إذا نزل يلاقي بروح مطمئنة كل عقبة في طريقه. هذه الصفة هي نفسها صفة أصحاب الحسين، لأن خل ألفت نظرك، ترى أصحاب الحسين بهم مجموعة من الصحابة، تدري؟ أصحاب الحسين فيهم مجموعة من صحابة النبي رضوان الله عليهم، كانوا يوم الطف قتلوا مع الحسين، وبيهم جماعة الباقين كلهم حملة القرآن، حملة العلم، حملة الأخلاق. يعني اللي يحب يقدر يقرأ مثلا ترجمة عابش ابن شبيب الشاكري. عابش من بني شاكر، بني شاكر بطن من بطون همدان. همدان يقول عنها الإمام علي: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. يقول الإمام علي يوم صفين: لو بلغت عدتهم ألفا لعبد الله حق عبادته. كانوا من حملة القرآن، حملة السنة، حملة شرف الجهاد. عابش ابن شبيب كان بالكوفة، زين؟ عابش كان بالكوفة، لما دخل مسلم سلام الله عليه إلى الكوفة كان ممن يتردد عليه، وممن قام بالبيعة له ودعا الناس إلى بيعته، وممن مون الحملة واشترى السلاح. لكن لما طلع مسلم قبل الوقت المحدد، عابش بعده كان برا. من اجى كان الامر منتهي. وين التحق عابش؟ التحق بالحسين. طلع من ويا شوذب مولاه. هذا شوذب يقول الشماوي في ابصار العين يقول كان افضل من عابش، لان كان اكثر علما واكثر حملا للقران. ايضا هذا شنو كان ويا يوم الطف؟ كان حاط ايده على سيفه وراء سيده، وراء سيده، يعني وراء عابش. عابش كان شديد الولاء لآل النبي، لان قال للمسلم لما طاب قال له: ترى انا ما اخبرك عن الناس، ما اقدر اطي راي غيري، لكن اخبرك عن نفسي، والله انا اقاتل دونك واجيب دعوتك وأقاتل إلى أن أموت حتى ألقى الله، لا أريد بذلك جزاء إلا وجه الله. وفعلا طلع، وطلع ويا غلامة. يقول تميم ابن ربيعة صديقة يقول شفت ناجل إلى الحرب يصيح على رجل ألا مقاتل، ما حد يدنا له. لما شاف ما حد يدنا له ألقى درعه وألقى بزته وإجا حاشر إلى الحرب. صحت بي قلت له: أجننت يا عابش؟ قل لي: ويحك، إن حب الحسين أجنني. أنا ما أنا أريد وأريد أستشهد، أنا جاي للشهادة ما رأيت شيء. وفعلا من وراء غلامة يقول: والله لقد رأيته يطرد بصدره أكثر من 200، ووراء غلامة استشهد هو وغلامة بالمعركة، سقط إلى الأرض ونال شرف الشهادة. حبيب من الصحابة، حبيب ابن مظاهر أو ابن مظاهر الذي شاع على أنه ابن مظاهر، فحبيب كان من الصحابة.
وممن لازم أمير المؤمنين في كل حروبه. وحبيب كان الركيزة اللي قامت عليها دعوة مسلم، هو ومسلم ابن عوسجة اثنينهم. حبيب لما قتل مسلم أخفاه منه بنو أسد، أخفوه بالأرياف عدهم هو ومسلم ابن عوسجة. لما راد يلتحق بالحسين اجى لي الخبر أن الحسين بالطريق إلى كربلاء، راد يلتحق ماذا يصنع؟ صاح إلى واحد من غلمانه، المؤرخين يقولون قال له اطلع شوية بين النخيل، ابعد إلى أن تصير بأطراف النخيل، امسك لي هالجواد هذا امسكه وأنا جايك، أنا معك الآن أتبعك. إجا حبيب ودع أهله ودخل على زوجته وأطفاله ودعهم وقالها أنا ذاهب إلى الحسين ابن رسول الله. قالت لا أبلغ حسينا عني السلام، أنت رايح؟ نعم. بلغ السلام وخذ لي من عنده لحظة من لحظات رضاها عني، ودعها وجزاها خير وطلع. طلع المؤرخين يقولون لما قرب من جواده المكان اللي عين للغلام وصار قريب من الجواد، سمع الغلام عند حديث كأنه يتحدث ويا واحد أصغر، خلي شوف شنو هذا الحديث. وإذا بالغلام يخاطب الجواد، يا جواد سيدي لقد أبطأ سيدي، يقول له تأخر شوية علي يا حبيبا، يا جواد سيدي لقد أبطأ علي يا سيدي، والله لئن لم يأتي لم تطينك، وذا بلا نصرة يا أبي عبد الله. لما سمعه حبيب ويعتز به ويهتز لموقفه أقبل إليه قال ويحك جزاك الله خيرا، انت وصلت بعد اديت مهمتك ارجع. التفت اليه قال سيدي سيدي انت تذهب الى الجنه وتردني الى النار، خذني معك لاقوم بالقتال بين يدي ابي عبد الله. اصر على حبيب قال له انا ما افارقك، قال هلم معي. اقبل والغلام من ورائه الى ان التحق بالحسين قريبا من كربلاء. الحسين ضارب المخيم وقاعد، واطل حبيب على البعد. لما وقع بصر الحسين عليه التفت الى اصحابه قالهم قوموا، قالوا ما الخبر؟ قال هذا حبيب ابن مظاهر، قوموا بنا اليه. قام الحسين ومعه اصحابه، لما وقع بصره على الحسين ترجل من جواده وانحنى على اقدام ابي عبد الله. ولم أنسى أنصارا تداعوا لنصره، وقع يقبل الحسين، اعتنقه الحسين، قال له سيدي أبا عبد الله أنا الآن قضيت حقي إجاك، شفتك عانقتك، عندي شوية دقائق أريد أن أسلم على أختك بنت أمير المؤمنين. أقال له الحسين على الرحب والشعاع، أقبل جلس بباب الخيمة وجلست زينب داخل الخيمة. لما أحس بها صاح آه لوجهك يا زينب،
يوم تحملين على بعير ضالع. سلم ووقف طويلا عند بيت آل رسول الله، وخرج هذا الرجل صاحب الحسين إلى أن نزل بالمعركة يوم الطب، قاتل قتال الأبطال إلى أن سقط. أقبل إليه الحسين ذاد الخيل يمينا وشمالا، جلس عند رأسه يقرأ منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أين أبطال الصفا؟ أين فرسان الهيجا؟ ما لي أناديكم فلا تسمعون، وأدعوكم فلا تجيبون. قضوا حق عليهم دون الأخيام، ما خلوا خوات حسين تنظام، لما طاحوا. طلعت لهم الحوراء زينب، طلعة شو وقت طلعت لهم؟ طلعت لهم نصف الليلة بعد أن هدأت العيال والأطفال، مرت ما بين المصارع تقوم وتقع. ذهب يا ذهب على الشباك. وفعلا هم ما كان يعني اكبرهم العباس ترى اللي انقتلوا يوم الطب، اذا استثنيت بعض الصحابة، والا بني هاشم اكبرهم العباس، والعباس عمره 34 سنة، فهي مرت بين هالمجموعة من الشباب. يا هنايمين على الشرايع، كل من بطب ينازع تلك الوجوه المشرقات، كما الأقمار تسبح في غدير دمائي. خضبوا وما شابوا وكان خضبهم بدم من الأوداج. إخواني شوي خلينا نتوجه إلى الله عز وجل، عندنا مرضى وعدنا ذو حاجات، وإحنا في رحاب الله عز وجل نتوجه إليه نطلب منه وكرمه. اللهم إنا نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اعطنا من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.